المدن المغربية العتيقة. توجد بالمغرب عدة مدن قديمة جدا، إنها عتيقة، كما توجد به مدن حديثة من حيث تصاميم شوارعها وحدائقها وبنايتها. وليس من الصدفة أن نجد مدن عتيقة لا يكاد يفصلها عن المدن الحديثة سوى صور من الأسوار التاريخية القديمة. ورغم حديثنا عن مدن حديثة وأخرى عتيقة، فإن الأمر يتعلق بمدينة واحدة تنقسم إلى قسمين، قسم عتيق أو قديم، وقسم عصري أو حديث. تتميز المنازل فيها بكبر مساحتها، بالإضافة إلى أفنيتها المفتوحة على السماء، مما يسمح بدخول الهواء وأشعة الشمس إلى جميع الغرف والمرافق. وقد يجد المرء بداخل منازل المدن العتيقة أشجارا ونباتات للزينة، وربما بئرا تستعمل مياهها في الشرب وسقي نباتات البيت. أما الهندسة العامة للمدن العتيقة المغربية فتتميز بضيق أزقتها الضليلة، كما هو شأن أزقة فاس العتيقة التي لا يكاد يمر منها شخصان في اتجاهين متعاكسين إلا احتك ببعضهما. أما أبواب الأسوار فغالبا ما تكون عالية لتمر منها الدواب المحملة بمختلف المواد. ونشط وسط هذه المدن العتيقة أحياء وأزقة ينتظم فيها الحرفيون، فهذا حي للحدادين، وهذا للنجارين، وذاك للعطارين، والآخر للأساكفة وغيرهم. إنها مدن تارودانت بصورها التاريخي، وسلا بأبوابها باب الخميس وباب المريسة، مرسى صغير وباب سبتة، والرباط بملاحها وأزقته، ومكناس بصورها وباب منصور الشهير. وفاس، نعم، فاس القروي، فاس المدرسة البعنانية ومدرسة العطاري، وتطوان بمسجدها الأعظم وكنيستها الشهيرة، وشفشاون ذات الأحياء العتيقة كحي الأندلس وحي السويقة، دون أن ننسى مراكش بكتبيتها وأبوابها، باب أغمات وباب دكالة. المدن المغربية العتيقة. توجد بالمغرب عدة مدن قديمة جدا، إنها عتيقة، كما توجد به مدن حديثة من حيث تصاميم شوارعها وحدائقها وبنايتها. وليس من الصدفة أن نجد مدن عتيقة لا يكاد يفصلها عن المدن الحديثة سوى صور من الأسوار التاريخية القديمة. ورغم حديثنا عن مدن حديثة وأخرى عتيقة، فإن الأمر يتعلق بمدينة واحدة تنقسم إلى قسمين، قسم عتيق أو قديم، وقسم عصري أو حديث. تتميز المنازل فيها بكبر مساحتها، بالإضافة إلى أفنيتها المفتوحة على السماء، مما يسمح بدخول الهواء وأشعة الشمس إلى جميع الغرف والمرافق. وقد يجد المرء بداخل منازل المدن العتيقة أشجارا ونباتات للزينة، وربما بئرا تستعمل مياهها في الشرب وسقي نباتات البيت. أما الهندسة العامة للمدن العتيقة المغربية فتتميز بضيق أزقتها الضليلة، كما هو شأن أزقة فاس العتيقة التي لا يكاد يمر منها شخصان في اتجاهين متعاكسين إلا احتك ببعضهما. أما أبواب الأسوار فغالبا ما تكون عالية لتمر منها الدواب المحملة بمختلف المواد. ونشط وسط هذه المدن العتيقة أحياء وأزقة ينتظم فيها الحرفيون، فهذا حي للحدادين، وهذا للنجارين، وذاك للعطارين، والآخر للأساكفة وغيرهم. إنها مدن تارودانت بصورها التاريخي، وسلا بأبوابها باب الخميس وباب المريسة، مرسى صغير وباب سبتة، والرباط بملاحها وأزقته، ومكناس بصورها وباب منصور الشهير. وفاس، نعم، فاس القروي، فاس المدرسة البعنانية ومدرسة العطاري، وتطوان بمسجدها الأعظم وكنيستها الشهيرة، وشفشاون ذات الأحياء العتيقة كحي الأندلس وحي السويقة، دون أن ننسى مراكش بكتبيتها وأبوابها، باب أغمات وباب دكالة.